سمو الأمير يشهد حفل تخريج الدفعة 17 من الطلبة الجامعيين والدفعة 40 من الطلبة الضباط بكلية علي الصباح العسكرية. عشية تصويت مجلس الأمة على شراء القروض، كتلة المستقبل النيابية تعلن رفضها له وتطالب بإرجاع الأموال للمقترضين. مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن ينطلق رغم مقاطعة الجنوبيين وتحفظ أحزاب اللقاء، ومنصور هادي يعتبره لحظة مفصلية للمستقبل. سلطات الاحتلال تنفي الأسير أيمن الشراونة إلى قطاع غزة بعد إضراب عن الطعام استمر 7 أشهر وتعتقل شقيقه جهاد. نشرة الأخبار من قناة الكويت الفضائية، أهلا بكم. أجبر الرفض الحكومي للاقتراح الخاص بتجنيس 4000 شخص والتعديلات التي تقدم بها بعض النواب، أجبر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على تعديل النص المقترح ليصبح الاقتراح الجديد تجنيس ما لا يزيد على 4000 شخص هذا العام بدلا من ما لا يقل عن هذا الرقم كما كان في الاقتراح السابق، كما دخل ضمنه فئات أخرى غير فئة البدون. ملف التجنيس كان حاضرا أيضا في اجتماع اللجنة التشريعية التي وافقت على الاقتراح الخاص بتجنيس أبناء الشهداء الذين شاركوا في حربي 67 و73 وغيرهم ممن استشهدوا في العمليات الحربية. الاقتراحات من المتوقع أن تتم مناقشتها في جلسة الغد التي من المقرر أن تشهد مناقشة الاتفاق الحكومي النيابي الخاص بحل قضية القروض، وهو المشروع الذي أعلنت كتلة المستقبل النيابية رفضها لها اليوم، في حين اعتبره نواب آخرون الحل النهائي لقضية طال أمدها، معربين عن أملهم أن يمتد هذا الأمر ليشمل غير المقترضين من خلال مكرمة أميرية يتفضل بها سمو الأمير تتمثل ب1000 دينار لكل مواطن. التمنيات النيابية بمكرمة أميرية تزامنت مع تفضل سمو الأمير برعايته وحضوره حفل تخريج الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة 17 والطلبة الضباط من الدفعة 40 والذي أقيم بكلية علي الصباح العسكرية صباح اليوم. برعاية وحضور قائد الأعلى للقوات المسلحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد، ورئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، أقيمت احتفالية تخرج طلبة الضباط الجامعيين من الدفعة 17 والطلبة الضباط من الدفعة 40. يسعدنا يا صاحب السمو أن نرحب بكم بميدان العز والشرف في كلية علي الصباح العسكرية، حيث يتجدد اللقاء عاما بعد عام لجني ثمار غرسنا الطيب، إذ نتشرف ونسعد بلقاء والدنا وأميرنا وقائدنا المفدى حفظه الله ورعاه لتخريج أجيال من الضباط يتحلون بالكفاءة العالية والثقة بالنفس، متسلحين بالإيمان والمعرفة، وولاؤهم وإخلاصهم للكويت وأميره المفدى حفظه الله ورعاه. بدأت مراسم الاحتفال بتقديم الموسيقى العسكرية عرضا للعديد من المعزوفات الموسيقية والأغاني الوطنية وطابور العرض العسكري، وأعقب ذلك إعلان النتائج النهائية لدفعة الطلبة الضباط الخريجين وتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين، واختتمت العروض بطابور العرض العسكري بعد تقلد الطلبة رتبهم العسكرية يتقدمهم حملة الأعلام. الضباط الخريجون عبروا عن فرحتهم القامرة بمناسبة التخرج وساعدتهم بالانضمام إلى شرف السلك العسكري. الحمد لله، نحمد الله، فضل الله فضل الأمير، الحمد لله تخرجنا، إن شاء الله العمل يكون مستمر، الحمد لله، وإن شاء الله نعطي اللي عند نقدر عليه وزود إن شاء الله. شعور صراحة ما أقدر أوصف لك إياه عقب هالتعب والعناء اللي سوينا لك، بس كلها فدى للكويت. الحمد لله، الحمد لله، الله يبارك. تخرج لي أخدم وطنه، وحيدي، الله يخليك، الوحيد علشان يخدم وطنه، وأنا متفائل فيه خير. كما احتضنت كلية علي صباح السالم العسكرية طلبة أشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية. تم حصولي على مرتبة الشرف
بدرجة امتياز، فرحة لا توصف. الحمد لله على السلام، أهدي سلام لأبي وأمي ولأهل في المملكة الأردنية الهاشمية، شعور لا يوصف بتاتا أبدا. الحمد لله رب العالمين والشكر لله عز وجل. وإلنا كبير الشرف أن تخرجنا مع أخواننا الكويتيين، والكويت دولة شقيقة وعزيزة علينا، وإن شاء الله مدى الحياة لن ننسى هذه اللحظة التي تخرجنا فيها مع أخواننا الأردنيين وأخواننا الكويتيين وكذلك مجلس التعاون الخليجي. وشارك حفل التخرج لهذه الدفعة طلبة الكلية العسكرية من مختلف السنوات الدراسية، مشاركين ومستمرين جيلا بعد جيل ليكونوا عونا وسندا لإخوانهم في القوات المسلحة. إنه ليوم جديد للانطلاق إلى ميدان العطاء والإنجاز بكل الثقة والقدرة على تحمل المسؤولية والبذل والتضحية من شباب آمنوا بحماية وطنهم وزادهم ذلك قوة وعزة وفخر. من ميدان كلية علي صباح السالم العسكرية، سعدون محمد، قناة الكوت. تقدمت كتلة المستقبل النيابية عشية مناقشة اتفاق اللجنة المالية البرلمانية والحكومة حيال قضية القروض بمقترح جديد ستقدمه خلال جلسة الغد، مؤكدة رفضها للاتفاق الأخير. المقترح ينص على استعادة المقترضين للفوائد التي أخذتها البنوك، وهي ما فوق 4% التي نص عليها قانون البنك المركزي. نواب آخرون اعتبروا أن جلسة الغد ستشهد إنجازا تاريخيا يتمثل بإقرار حل مشكلة القروض الذي خرج بالتوافق بين الحكومة والمجلس. لا يزال التباين النيابي هو سيد الموقف عشية مناقشة اتفاق الحكومة واللجنة المالية حيال القروض، فرغم تأكيدات النائب خالد العدوى بأن جلسة الغد ستحقق أهم الإنجازات بمجرد إقرار الاتفاق، إلا أن كتلة المستقبل النيابية أعلنت أنها ستصوت ضد المقترح الذي تعتبره جاء ليخدم البنوك للمواطنين، مشيرة إلى أنها ستقدم اقتراحا بديلا ينص على إرجاع الفوائد التي أخذتها البنوك بغير وجه حق. الذي سوف نتقدم فيه ككتلة المستقبل، احنا راح نلزم البنك المركزي أن يلزم البنوك المحلية بإرجاع قيمة الفوائد التي تجاوزت 4% فوق سعر خصم البنك المركزي المعلن خلال الفترة ما بين 2002 إلى 2008. هذه الأموال سوف ترجع إلى المواطنين. لا يمكن أن نقوم نرفض وبدون ما تكون جعبتنا للإخوة المقترضين شيء. إحنا قدمنا البديل اللي لا يمكن أحد يقول إن هذا غير عادل. اللي الآن اللي قاعد يصير إن 80% أو يمكن 90% من المقترضين من ما بين 2002 إلى 2008 فوائدهم أساساً تم سدادها. أعضاء الكتلة من جهتهم أشاروا إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة تبعات عدم مراقبتها للبنوك، في إشارة إلى احتمال تجديد المساءلة السياسية للحكومة مع فتح بابها على مصراعيه، وسط أنباء عن تبني كتلة المستقبل لاستجواب النائب نواف الفزيع المقدم لوزير المالية. آن الأوان أن الحكومة بالدرجة الأولى متمثلة في وزير المالية وبنك المركزي أن يتحملون مسؤوليتهم السياسية من خلال تحميل البنوك الفوائد غير قانونية، وعليهم أن يرجعون من خلال تشكيل لجنة إعطاء هذه الفوائد غير قانونية وإرجاعها إلى المواطنين أصحاب الدخول البسيطة. هذا المشروع الذي قدم من خلال اللجنة المالية لا يخدم ولا يفيد إلا شريحة قليلة متبقية من المقترضين المتضررين من هذا المشروع. نحن نريد أن نحقق العدالة لجميع المقترضين خلال فترة من 2002 إلى 2008 الذين وقعوا في فخ التوقيع على قروضهم، قد يكون عن طريق الجهل أو غيره. وعلى النقيض تماما من موقف كتلة المستقبل، اعتبرت النائب صفاء الهاشم أن جلسة الغد ستشهد قفل باب قضية القروض التي أرهقت عددا كبيرا من المواطنين، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة إقرار المجلس للاتفاق الأخير الخاص بالقروض، والذي يبدو أن صفحة هذا الملف ستطوى للأبد ليتفرغ المجلس لقضايا مهمة أخرى في مقدمتها خطة التنمية. حمد النبهان من مجلس الأمة، قناة الكوت. وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على تجنيس أبناء الشهداء الذين استشهدوا في العمليات الحربية السابقة. وقال مقرر اللجنة يعقوب الصانع إن موافقة اللجنة على هذا الأمر يأتي عرفانا بالجميل، مشيرا إلى أن التجنيس يشمل أبناء الشهداء الذين قضوا في الحروب العربية والعمليات الحربية
ومن استشهد في موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد. وهناك اقتراح جدا يعني يتناسب مع العرفان لما قاموا فيه ابناء الشهداء ممن تعرضوا للاستشهاد سواء في مواكب صاحب السمو الشيخ جابر امير القلوب الله يرحمه او في الحروب حرب 73 او حرب 67 او ممن يعني استشهد في عمليات حربيه، فتمت الموافقة على تجنيس أبناء هؤلاء الشهداء. إلى ذلك وافقت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها اليوم على التعديلات النيابية المتعلقة بقانون تجنيس 4000 شخص، حيث أصبح النص بعد التعديل تجنيس ما لا يزيد على 4000 شخص من بينهم فئات أخرى من غير فئة غير محددي الجنسية. طبعا في افتتحت اللجنه ايضا ما استجد من اعمال وناقشت التعديل المقدم من الساده الاعضاء ناصر المري وطاهر الفيلتشاوي على التقرير الرابع التكميلي بشان تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسيه الكويتيه سنه 2013، وانتهت الى التعديل التالي: يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسيه الكويتيه سنه 2013 وفقا لحكم البند ثالثا من الماده 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 59 المشار إليه بما لا يزيد عن 4000 شخص. إحنا يعني أيضا رسالتنا وصلت للحكومة أن التجنيس 4000 يجب أن تكون النصيب الأكبر لفئة غير محددي الجنسية، والنصيب الآخر يشترك فيه فباقي الشرائح. نحن نتمنى كل شريحة ينطبق عليها القانون حسب قانون 15 على 59 بالنسبة لقانون الجنسية، نتمنى كل الشرائح تأخذ نصيبها، ولكن المعضلة الكبيرة والمشكلة والألم الكبير موجود بفئة غير محددي الجنسية. ونحن أخذنا وعد حكومي مبدئي بأن هذه الشريحة هي راح تنال النصيب الأكبر في التجنيس في عام 2013. شهد اجتماع اللجنة المشتركة البرلمانية المكونة من لجنتي المالية والمرأة توافقا مبدئيا مع ممثلي الحكومة بشأن مساواة المرأة بالرجل في استحقاق القرض الإسكاني. وقالت رئيسة اللجنة معصومة المبارك إن توافقا آخر تم خلال الاجتماع يتمثل في الموافقة على اقتراح يعطي المرأة الكويتية حق الحصول على بدل للإيجار خلال فترة انتظارها السكن أسوة بالرجل. وصلنا في اللجنة إلى حالة توافق مبدئي حول المقترحات، وأبرز هذه المقترحات هي أن يتساوى القرض الإسكاني بين ما تحصل عليه المرأة وما يحصل عليه الرجل، أي بما معناه العودة إلى المبدأ الدستوري وهو مبدأ المساواة أمام القانون. إضافة إلى ذلك تم تعديل الجزئية المتعلقة بإسكان المرأة المفردة سواء كانت مطلقة أو أرملة أو عازبة اللي بلغت 40 عام، كان يشترط القانون القديم أن يكون معها في ذات السكن امرأة بنفس المواصفات حتى من الأقرباء الدرجة الثالثة. تم الاكتفاء بأن تكون المرأة بلغت 40 عام دون حاجة إلى الشطر الثاني الذي يشترط امرأة أخرى. ما هو أهم من هذا هو أن المرأة المستحقة للرعاية السكنية فترة الانتظار يجب أن يكون لها مقابل مالي وهو بدل الإيجار أسوة بالرجل، فبالتالي التعديل سيكون كذلك حول استحقاق المرأة لبدل إيجار حول للفترة التي تقضيها انتظارا للرعاية السكنية، هذا البدل الإيجار يتساوى مع ما يحصل عليه الرجل. حذرت محاضرة مخرجات البلاغ الوطني الأول في دولة الكويت التي أقامتها جمعية حماية البيئة من تداعيات تغير المناخ على دولة الكويت بشكل عام. بدعوة من الأمم المتحدة وبموجب الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، أقامت جمعية حماية البيئة محاضرة عن مخرجات البلاغ الوطني الأول في دولة الكويت لتوعية المواطنين والمقيمين عن آثار تغير المناخ على الدولة بشكل عام. وبدوره كشف المهندس شريف الخياط رئيس قسم التغيرات المناخية بالهيئة العامة للبيئة عن تداعيات خطيرة للتغير المناخي بالكويت، لافتا إلى الموضوعات التي تطرق إليها هذا البلاغ. سيناريوهات التخفيف من هذه الغازات
واخترنا كذا سيناريو اللي من شأنه يخفف الانبعاثات هذه مستقبلا. اتطرقنا في البلاغ الوطني الأول كذلك إلى ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ، وكانت النتائج مثيرة للاهتمام، بحيث أن اكتشفنا بعض المناطق الحساسة بالدولة ممكن تغمر سواحلها في المياه على متر أو نص متر أو متر ونص أو مترين حسب ما أوصت فيه الأمم المتحدة. ومن جهته توقع خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان أن ترتفع الحرارة مع عام 2035 بمعدل 2.6 درجة مئوية، محذرا من مخاطر وتأثيرات سلبية على الكويت بشكل عام جراء هذا الارتفاع. متوقع لسنة تقريبا 2035 من الآن أن ترتفع درجة الحرارة عن المعدل العام اللي هو 26.6 درجة مئوية. نجمع على 26 درجة، يعني هناك ارتفاع بأكثر من 28.6 درجة مئوية عن الوقت الحالي. شنو تأثيراتها مستقبلا علينا؟ تأثيراتها سلبية جدا على جميع قطاعات الدولة، سواء البيئة، سواء المجتمع بشكل عام، الصحة، كذلك على انتاج الطاقة الكهربائية، مصادر المياه، كلها راح تتأثر سلبا في منطقتنا في الكويت. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. معارضة الخارج ترضخ للضغوط. نبدأ من اليمن، وعلى وقع تحذيرات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من أن البديل عن الحوار هي الفوضى، انطلق مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصنعاء وبرعاية أممية وإقليمية ووسط إجراءات أمنية مشددة وفي ظل مقاطعة الجنوبيين وتحفظ أحزاب اللقاء المشترك. بين متحفظ ومقاطع ومشارك، التأم مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن في ظل إجراءات أمنية مشددة. انطلق في صنعاء مؤتمر الحوار برعاية أممية وتحت إشراف الرئيس عبد رب منصور هادي وبمشاركة المئات من ممثلي القوى السياسية بينهم الحوثيون، في حين قاطع الحراك الجنوبي هذا الحوار. وتحفظت أحزاب اللقاء المشترك التي تشارك بنصف حقائب الحكومة الائتلافية على المؤتمر، مطالبة هادي بتصحيح المعادلة السياسية، كما احتج عدد من شباب الثورة في بيان لهم على مشاركة عدد من رموز النظام السابق في الحوار. وفي الجنوب نظم عدد من أنصار الحراك المطالب بالانفصال احتجاجات في عدن، وأكدوا رفضهم للحوار، واعتبروا أن الجنوبيين المشاركين لا يمثلون إلا أنفسهم. وأعلن الرئيس اليمني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا الحوار يمثل لحظة مفصلية فارقة، ولن يكون اليمن بعده كما كان من قبل، معتبرا أن ليس أمام اليمنيين سوى النجاح. كما دعا الرئيس منصور هادي إلى إقامة دولة مدنية قائمة على الشورى والعدالة، معتبرا أن قضية الجنوب أساسية لحل بقية القضايا. لحظة مفصلية خالدة، لن يكون اليمن بعدها كما كان قبلها بل بكل تأكيد. فأما أن يمضي اليمانيون نحو فجرا جديدا ومستقبلا مشرق، أو العودة لا سمح الله إلى نفق مظلم لا تقوم لهم بعده قائمة ولا يجدون منه مخرجا ولا مفرا. من جانبه وصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن جمال بن عمر في كلمته مؤتمر الحوار بأنه فرصة تاريخية لحل جميع قضايا اليمن العالقة. اليمن يشكل الحالة الوحيدة التي تحقق فيها انتقال السلطة عبر عملية تفاوضية سلمية، عملية تضمن خطوات وإجراءات عدة تهدف إلى تغيير جذري بإشراك مكونات جديدة بما فيها الشباب والنساء، وتعلي قيم حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون، كما ترسم إطارا لمعالجة القضايا المستحصية في اليمن وفي مقدمتها القضية الجنوبية. أما عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي فقد أكد في كلمته أمام المؤتمر على الدعم الخليجي للحوار اليمني، مشيدا بحكمة الرئيس منصور هادي. هذه فرصة لتحقيق الكثير
وصوني لتوصيل هذه التحيات والتهنئة للوصول إلى هذا إلى هذه المرحلة. أيضا كلفوني بأن ننقل إعجاب القادة وشعوب دول المجلس لما تم تحقيقه في اليمن. ويهدف الحوار الوطني الشامل إلى وضع دستور جديد لليمن والإعداد للانتخابات التشريعية في فبراير من العام المقبل، إضافة إلى بحث قضية الجنوب وصعدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة وهيكلة الجيش والقوى الأمنية. ومن المقرر أن يستمر الحوار 6 أشهر وينعقد بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي أسفر عن تخلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الحكم. من بوابة الضغوط العربية والغربية ومن مدينة اسطنبول التركية تجتمع معارضة الخارج السورية لتشكيل حكومة مؤقتة لتدير المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، يأتي ذلك فيما تتراجع فرص التسوية السلمية لصالح التصعيد العسكري وفي انتظار توافق روسي أمريكي على آلية للحل السياسي. تدخل المعارضة السورية في الخارج مرحلة جديدة من بوابة مدينة اسطنبول التركية التي تحتضن اجتماعات الائتلاف السوري لاختيار رئيس وزراء يترأس حكومة مؤقتة تتولى شؤون المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة. ويبدو أن الائتلاف حسم أمره بعد الضغوط القوية التي مارستها دول عربية على رأسها قطر والسعودية ودول غربية تتزعمها بريطانيا وفرنسا لتشكيل حكومة حتى يتمكن الائتلاف من تنفيذ توصيات الجامعة العربية الأخيرة، ما يمكنه من حضور القمة العربية بالدوحة وشغل مقعد سوريا. التركمان اختاروني كمرشح لهم، لقد اكتسبت خبرة سياسية واسعة لكوني عضوا في البرلمان لمدة 10 سنوات في ألمانيا. أعيش حاليا في ألمانيا وقد أسست حزبا سياسيا هناك. إن ما يفعله الشعب السوري هو أمر مثير للإعجاب بشكل كبير، فالناس تضحي بأرواحها من أجل حرية سوريا، ولذلك أنا أعتقد أنه من المهم أن نكون قريبين منهم وأن نعمل معهم وأن تكون هناك حكومة تعمل بينهم. ومن بين المرشحين هناك 3 يعتبرون الأوفر حظا، وهم وزير الزراعة السابق أسعد مصطفى والمدير التنفيذي في الشركة لتكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة غسان هيتو، وأسامة قاضي رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن. ويتزامن الاجتماع مع دعوة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لتسليح المقاتلين السوريين المعارضين، معتبرا أن ذلك هو الذي سيمنع تنظيم القاعدة من الانتصار في سوريا. في هذه الأثناء انتقد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية مجلس الأمن الدولية بسبب ما وصفه بمسؤوليتها عن استمرار القتال الدائر في سوريا. وقال العربي في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث العربي والأمم لسوريا الأخضر الإبراهيمي إن الجامعة طالبت مجلس الأمن رسميا بالعمل على وقف القتال بسوريا وضرورة البحث عن تسوية سياسية للنزاع. من جانبه أكد الأخضر الإبراهيمي أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأن الاقتتال الجاري لن يؤدي إلا إلى مزيد من نزيف الدماء. للأسف لا يوجد هناك أي تقدم، لأن ما نبحث عنه هو أن يدرك المجتمع الدولي وبالتحديد الروس والأمريكان مدى خطورة الوضع في سوريا، لكن للأسف يبدو أن ذلك لم يتحقق بشكل كامل حتى الآن. وتظل الأيام والأسابيع القليلة المقبلة هي الميزان الذي يمكن أن يقيس مدى نجاح خطوة تشكيل حكومة مؤقتة أو فشلها بمدى قدرتها على الدفع باتجاه حل سياسي يجنب البلاد إراقة المزيد من الدماء. في حادث اعتداء كاد أن يؤدي إلى فتنة طائفية بلبنان ويعمق تداعيات الأزمة السورية، تعرض 4 من العلماء التابعين لدار الإفتاء بلبنان لهجومين منفصلين في بيروت، فيما دان كل من حزب الله وحركة أمل الاعتداء مطالبين بتسليم المشتبه بهم إلى قوى الأمن. اعتبر مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني أن ما حصل نتاج للتجربات السياسية. أطلت الفتنة برأسها الليلة الماضية وكادت تختال الأمن الاجتماعي وتقود المناطق في لبنان إلى الاقتتال الطائفي لولا تدخل المقامات والعقلاء لوأد الفتنة في مهدها.
وفي التفاصيل أن شبانا أقدموا على الاعتداء على الشيخين في دار الفتوى مازن الحريري وأحمد فخران في منطقة الخندق الغميق أثناء مرورهما من هناك، كما تعرض الشيخ إبراهيم عبد اللطيف حسين وعمر فاروق اليماني للضرب في منطقة الشياح، الأمر الذي أثار استنكارا شعبيا وسياسيا واسعا، فعمد بعض الشبان إلى قطع الطرقات في مناطق متعددة ككورنيش المزرعة، الطريق الجديد وقصقص، وعدد من الطرقات البقاعية، إضافة إلى قطع المدخل الرئيسي لمدينة صيدا وطريق المصنع بالاتجاهين. ولم يمر الكثير من الوقت حتى ألقت القوى الأمنية القبض على 5 من المعتدين وباشرت التحقيق معهم، وتستمر في ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم. حزب الله وحركة أمل سارعا إلى استنكار حادث الاعتداء في بيان مشترك واعتبراه محاولة لإثارة الفتنة، كما أكدت الفعاليات الدينية الشيعية أن المعتدين لا ينتمون لأي طرف. المعتدون ليسوا لا يمثلون الطائفة التي ينتمون إليها بحسب الهوية، وإنما هم مجرد شزاز أفاق قطاع طرق، جماعة مجرمون، على الدولة أن تتخذ كل الإجراءات التي يجب أن تتخذ بحقهم. ونحن نعتبر أن هذا الاعتداء اعتداء آثم، هو اعتداء علينا قبل أن يكون اعتداء على غيرنا، إلا أنه يجب أيضا أن نلتفت إلى أن ذلك هو نتيجة الأجواء السلبية التي تشاع في المنطقة في هذه الأيام. اليوم أصبح كل الناس يلتحقون عصبيا بجماعتهم بغض النظر عن أن السياسي الذي يقود حركة هذه الجماعة يعبر تعبيرا حقيقيا عن المذهب الذي تنتمي إليه هذه الجماعة. كما أدان علماء الدين من الطائفة السنية هذا الفعل، وحذروا من الفتنة التي يحاول البعض إيقاع لبنان بها. أنا أظن أن هناك ما وراء الأكمة ما وراءها، بأن هناك مشروع يعمل مدفوع المال. أنا لا أستطيع أن أعتبر إلا هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الأمور إلا بأنهم إن لم يكونوا عملاء بشكل مباشر فإنهم مدفوعون من جهة ما من أجل إشعال لبنان وإشعال المنطقة من خلالها. لم يعد الخوف في لبنان من أسراب جراد قد تأتي لتأكل الأخضر واليابسة من الأشجار، بل أصبح اليوم من فتنة مذهبية وطائفية تستهدف لبنان ومؤامرة خطيرة قد تلتهم البلد بأكمله. جنان شحادة، قناة الكوت، بيروت. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. حراس المرشد في الواجهة. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي جهاد الشراونة شقيق الأسير المحرر أيمن الشراونة بعد ساعات من إبعاد الأخير إلى غزة إثر إضراب مفتوع عن الطعام استمر 7 أشهر. واستنكرت عدد من القيادات الفلسطينية قيام القوات الإسرائيلية باعتقال جهاد، معتبرة أن اعتقاله هو استهداف للعائلة ووسيلة للانتقام منها عقب إبعاد شقيقه الذي وصل إلى غزة بعد توصله لصفقة تقضي بإبعاده إلى غزة لمدة 10 سنوات مقابل الإفراج عنه لينهي إضرابه عن الطعام الذي استمر 260 يوما. أيمن الشراونة يتنسم عبير الحرية مجددا، لكن في قطاع غزة وليس في الخليل حيث مسقط رأسه. عبر معبر بيت حانون إيرز وصل الأسير المحرر مساء الأحد إلى غزة بعد معاناة إضراب عن الطعام فاقت 220 يوما. الشراونة الذي بدا في حالة إعياء شديد نقل إلى مجمع الشفاء الطبي لإجراء الفحوصات الاعتيادية، وما زال راقدا على سرير الاستشفاء بروح انتصار سطرها صموده. أنا إبعادي جريمة، والاحتلال ارتكب جرائم في حق الشعب الفلسطيني، وكل يوم ارتكب جرائم، وهذه إبعادي جريمة، وأنا أتوقع أن الاحتلال سيستمر في هذه الجرائم، وشيء مش جديد على الاحتلال ارتكب الجرائم في حق الفلسطيني في حق الشعب الفلسطيني، ولكن سنعود إلى الضفة بمشيئة الله تعالى قبل 10 أعوام التي فرضها عليه الاحتلال إن شاء الله رب العالمين. الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر تحول إلى مناسبة احتفالية لما وصف بانتصار الشراونة في معركته مع السجان مع رفض ذوي الأسرى سياسة الإبعاد. حرق الأبدان ولا الإبعاد عن الأوطان، حرق الأبدان
ولا الابعاد عن عن الاوطان. الوطن غالي والبلد غاليه، كيف ببعدوا الاسير اللي مضرب عن الطعام له على مدار 8 شهور وهو مضرب عن الطعام؟ طيب يطلع عند بيته، يطلع على بيته في القدس ويتمنى انه يطلع بيته على امه وعلى ابوه وعلى عياله، انهم يجوا يبعدوه على غزه؟ مين قال هذا؟ نحن نقول ان هذا هي اخف الاضرار بين ان يبقى الاسير في السجن لسنوات طويله او مدى الحياه، او ان يبعد الى غزه وهي بلده الاخر. بالتاكيد لا يوجد فرق بين غزه والضفه والقدس. نحن نقول يجب ان يتم وضع حد لسياسه الاحتلال هذه حتى نمنع من ابعاد بقيه الاسرى المضربين او اي حاله اخرى. الإبعاد إلى غزة أسلوب اعتاد الاحتلال على اتباعه ضد عشرات الأسرى المحررين من الضفة الغربية، أمر يخشى من تحوله إلى سياسة إسرائيلية ممنهجة تتهدد الأسرى المفرج عنهم أولئك الذين تنتهي فترة محكوميتهم. هذا القرار الصهيوني هو قرار مجحف وقرار باطل، لأن الاحتلال على الأرض هو باطل وما ينتج عن الباطل فهو باطل. نحن نؤكد بأن أيمن الشراونة انتصر بإرادته وبأمعاه الخاوية على هذا السجان الصهيوني، وهذا الانتصار وهذه الإرادة هي التي ستنتصر في النهاية إن شاء الله. إبعاده إلى قطاع غزة، نحن نرحب بهذا البطل وبهذا الأسير بين أهله وذويه، ونحن وإياه إن شاء الله سندخل القدس بإذن الله عن قريب. الإفراج عن الأسير الشراونة وإبعاده عن بلدته وأهله يعد جزءا من عقاب قد يكون أهون من الموت المحقق أو حتى البقاء خلف القضبان. غدا خالد، لقناة الكوت، غزة. تواصلت الاشتباكات بين محتجين على حكم الإخوان المسلمين وقوات الأمن في مصر بمنطقتي المقطم والتحرير، فيما طلب النائب العام 3 من حراس نائب المرشد العام للإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر بعد اتهامهم بالاعتداء على عدد من الصحفيين. إلى ذلك بدأ الرئيس المصري محمد مرسي رحلة آسيوية تستمر 3 أيام يتوجه فيها إلى باكستان والهند. أضرم محتجون في ميدان التحرير النار في سيارة شرطة، فيما تستمر الاضطرابات في وسط القاهرة، ويستمر المتظاهرون في إغلاق ميدان التحرير أمام حركة المرور منذ شهور، وما زال محظورا على الشرطة دخوله. في السياق تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن المصري ومحتجين أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، وقام عدد من المحتجين بإشعال النيران في إطارات السيارات وإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة على قوات الأمن التي ردت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم. وكثفت الأجهزة الأمنية من وجودها في محيط المقر ووضع حواجز أمنية لمنع تقدم المحتجين إليه واقتحامه، وألقت القبض على العشرات من المتظاهرين في محيط المركز العام للإخوان المسلمين. إلى ذلك أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار 3 من أفراد حراسة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر لاتهامهم بالتورط في الاعتداء على عدد من الصحفيين أثناء متابعتهم الاشتباكات أمام مقر الجماعة مساء السبت الماضي. وكان فريق التحقيق تعرف على هويات حراس خيرت الشاطر من خلال مشاهدة مقاطع فيديو وصور للاشتباكات التي اندلعت بين عشرات المحتجين والمئات من أنصار جماعة الإخوان. سياسيا بدأ الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي رحلة آسيوية تستمر 3 أيام يتوجه فيها إلى باكستان والهند لبحث سبل دعم العلاقات الاستراتيجية مع البلدين. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها من أنباء. سمو الأمير يشهد حفل تخريج الدفعة 17 من الطلبة الجامعيين والدفعة 40 من الطلبة الضباط بكلية علي الصباح العسكرية. عشية تصويت مجلس الأمة على شراء القروض، كتلة المستقبل النيابية تعلن رفضها له وتطالب بإرجاع الأموال للمقترضين. مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن ينطلق رغم مقاطعة الجنوبيين وتحفظ أحزاب اللقاء، ومنصور هادي يعتبره لحظة مفصلية للمستقبل. سلطات الاحتلال تنفي الأسير أيمن الشراونة إلى قطاع غزة بعد إضراب عن الطعام استمر 7 أشهر وتعتقل شقيقه جهاد.
للمزيد من الأخبار تابعوا كوت نيوز على تويتر، وللتواصل معنا يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني وعبر الفيسبوك. أطيب المنى والسلام عليكم.